اللي عرف الاسم ديالهم ولا الماركه يخلي لي التعليق ديالو اسفل الفيديو. تبارك الله واعره. هذه فيها تبارك الله شبار. شوفوا هاد البوريه سبحان الله كيفاش عامله الشديله ديالها ولا الزنيطه ما كايناش. والله الا شبار الدرعي صغير عادش طلعوا هنايا في الواد. هاد البوريه تنعطيهم لواحد الدري كيصاد هنا نعطيهم له كاملين. كلا غير داك السوكي هذايا. اه تبارك الله الله يكسب الصحة مكسبين ليلك. الصحة الله يرحمك. الله يعاون. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غيكون عندي واحد التحدي نصادو بالتقنيه ديال السبينينغ وغنصادو بالشبكه ضد الطراح. بالنسبه للحوت اللي غنشبر اليوم غنصدقوه في الاخر ديال الفيديو. بغيت نقول لكم اليوم ما جيتش بوحدي، جبت معايا واحد الصديقه اللي غتقوز معايا النهار واعر وغتقدبان معنا في الفيديوهات اللي ماشيين. مره غيجي معايا ليو وبعض المرات غنبقى نجيبها هي. هاد الصديقه اللي جبت معايا واحد الكلبه صغيره، هاد النوع ديال الكلاب ما كيكبرش، جبته على حساب المتابعين الصغارين اللي عندي في القناه. بغيتهم يهبطوا لتحت ويكتبوا لي ولا يقترحوا عليا شنو نسميو هاد الكلبه هادي، غتكون ديالنا كاملين. وقبل ما نبداو التحدي ديالنا ماكرهتش تهبطوا لتحت، عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هذا الفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. واللي باقي ما شاركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين. نبداو التحدي ديالنا على بركه الله، فرجه ممتعه. بالنسبه للكلبه اللي قلت لكم هي هذه، ما عرفتش اش من نوع ديال الكلاب ولا اش من نوع ديال الكانيشات. اللي عرف الاسم ديالهم ولا الماركه يخلي لي التعليق ديالو اسفل الفيديو. تبارك الله واعره. هذا النوع ما كيكبرش حتى كيبقى، ودابا موسخه شويه ملي كندوش لك كترجع جديده واعره كتجري بزاف. يعني ماشي ديك النوع ديال الكلاب اللي كسولين ما كتحركش، فيها الحركه بزاف وما كتوقفش متجري احسن من ليو. مره نبقى نجيب معايا هاد الجروه هادي ومره نجيبو ليو. بزاف الناس كيقولوا لي ليو فين هو. ليو هو في الدار جالس كيحضي الدار. نمشيو نبداو نصادو، غنمشيو نبداو نصادو ونشوفو هاد الجروه هادي واش فيها شي تيسير، واش غنتفوقو نشبرو شي حاجه. عندها الشوكه في رجلها، هاد الشوك هذا صافي مبقاتش نوض مبقاتش. هاش اول تسيوفه بالبلدور راكلو بسم الله. غنزل هاد القصبه ديال سبينينغ ما طراب عليا والو، سارجعو نصادو بها وغنجيبو الشبكه تطرح وغنجربو دابا نشوف واش غنشبرو بها شي بور. هاد التسيوفه هادي ما تفتحتش مزيان ولكن تبارك الله على بوري كاين في الواد. السيوبه الاوليه ما فيها والو، هادشي اللي بان لي. ايما كنت فتحت والله الا كان غايجي فيها البور. تبارك الله مشات، عرفتش على بوريه خرجت من حداها ما حكمتهاش، والثانيه كانت في وسطها وهربت منه. فيها فيها واحدة اش هالبركة ديالك اليوم. اش يامي اش اللي هنا
ها هادي البورية د الواد. غادي غنرجعو نتسلقو له ياك بوري صفار مشات. هلا الله تكون فيها شي وحده فيها. تبارك الله وحده قداش هربت بقى وحده والله الا وحده كبيره خرجت منه البوري هاد الواد عرفتش واش هي هذيك القبيله عاود رجعت حصلت اش ها البوريه الثانيه يا خرا لي شبرت غتكون مضروبه هذه شي واحد اخر ولكن واحد البوريه خرجت من وسطا. غنقطع هذا الطرح باش نتلقوا له ولا صافي خرجت هاد البوري د الواد اللي كيهبط هنايا كامل غتجبروا هاد الديل ديالو مقطع كيبغي يهبط للواد لتاحت وكيجري موراه الدرعي وكيشبرو كيشبرو غير من الديل ديالو وكيهرب مشات. تلاقت له عاد ما جا كتجري تلاقت له مزيان هربوا لي جوج ديال البوريات وشبر جوج فيها كتبانش بوري هاد ما عرفتش واش هي هذيك كترجع هاد الحصان لا هادي تسالت انا عندي معقولي هادي شي وحده اخرى سير يلا يلا شي وحده كبيره فيها تبارك الله اوه ها مشات ما عرفتش كيهربولي فيها وحده هادي ماشي دلوات حد قبائل هادي د البحار تبارك الله اش هاك هادي غنخليوها ها ها هاك نحفر له شي بلاصه هادي فيها 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 وحده كبيره لا الله ما ضربش مشات وحده باقي فيها واحد جوج تبارك الله شبر ها هما جوج هذه كبيرة في آخرين هربوا منا خرج ها بالرزق ديالك جيتي اليوم ها أجي العفريت أجي يا رب نزل مع الحصيلة غيكسبوا لشي واحد شوفوا هاد البورية سبحان الله كيفاش عاملة تا الديلة ديالها ولا الزنيطة مكيناش باش تعرفو كاين الدرعي هنايا كبير هدا الدرعي هو اللي كيعطم الديل ديالو وكيهربولو هدا د البحر حتى هو مطير له الديل ديالو بحال د قبايل د الواد اللي قلتكم باش تعرفو الهضرة اللي قلتكم صحيح
نغطيهم بهذا الربيع. فيها جوج، وحدة هربت، باقيين جوج، هادشي اللي كيبان. تبارك الله، والله الا وحدة هربت. ما عرفتش واش غتبان لكم خرجت من الشبك. هانتينا هانتينا هانت. كنشبر ونسيب البوري، ما كاينش بزاف اليوم. المهم هادو اللي غنشبر كاملين غيكتبوا لشي واحد. اش هاك اش هاك. خافت منه. كيعجبوك شي الحوت هاشي اللي هنا هاشي. هادي ما تعرف حتى مين دخلت هاي. هذا اضطر راح ارجع كامل مقطع، خصني نشري شي واحد. الحصيله تبارك الله، هادو غيكتابو لشي واحد ولا لجوج د الناس. فيها كنحس به كيضرب في الحبل. وحده هذا ديك البوري ديال الواد، هذا الزهر ديالي اليوم معاه. شوف هادي ماين مضروبه. صافي كيوصل لهنايا فين كيتلاقى الواد والبحار، فين ما كانش درعي كيقوز معاه. ساكي ياكلو كامل، شعلة ضربة عنده هنا. اش سلقولة هادو حنا كاع ما كناكلوه. هالبوريات نعطيهم لواحد الدري كيصاد هنا، نعطيهم له كاملين. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنشوف أن الناس ما غيقوزوش دابا، هو اللي كيصاد حدايا غيمشي فحالو دابا. نعطيهم له، إذا زيد شبرت شي حاجة أخرى عاود يقول شي واحد آخر ندبرهم عليه لما المكسب. قربين يطيح. البوري هذا تبارك الله غير ديك الشبكه هذا. اه تبارك الله، الله يسلمك. الصحه مكسبين ليلك. الصحه الله يرحمك. الله يعاون. سلام. غنزيدو نصادو نشوفو واش غنزيدو نشبرو شي حاجه. البركه هادي تشبراتها كلبه جديده، ملي كتشوفني دخلت الماء كتجي تطلل عليا كتشوفني واش غنبعد ولا نسمع فيها. اش اش وخليت حتى شي وحده. اش واش ياش ما خليت حتى شي وحده لينا. هذا الصعب وطانوط هادي ما فيهاش الغوات والصداع وكدمرتني بحاليو. فيها الدرعي الدرعي صغير. والله الا شبرت الدرعي صغير عاد طلعوا هنايا في الواد درعي.
هذا نتلقاو له صغير. فيها ما عرفتش واش وحده ولا جوج، المهم فيها اولا هارفو. يا هذا الطراح يخرج عليا اليوم والله الا مشات منه. يلا بحنا يلا مشيو يلا 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 الغزاله يلا اليوم جيتي بالبركه ديالك. الحوت اللي شبرنا صدقناه كامل، شبرنا الدرعي وشبرنا البوريد الواد وشبرنا البوريد البحار. يلا بحنا يلا يلا مشيو يلا يلا. وصلنا للنهايه الفيديو، جبرتوني غنمشي بحالي. الحمد لله تفوقنا في التحدي بحال باقي التحديات، شبرنا الحوت وصدقناه في سبيل الله في الاخر ديال الفيديو. واهم حاجه عندي انا اليوم ماشي نشبر الحوت ولا شي حصيله، هو تشوفوا هذه الكلبه ولا الجروه اللي جبت جديده. قولوا لي الاراء ديالكم كيف جاتكم، واش واعره ولا لا، واقترحوا عليا شي اسم نبقاو نعيطوا له. الاسم اللي غيعجبني ان شاء الله غنسميها به. وهذه كما قلت لكم جبتها على حساب دراري صغارين كيتبعوني بزاف، كنوجه لهم واحد التحيه من هنايا. وما نطولش عليكم اكثر من هذا، اذا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ضروري الاخوان هبطوا لتحت اشتركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى انتم هبطوا لتحت عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هالفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. تلاقاو بشي فيديو اخر وموضوع جديد، مع السلامه.